تهيألي. لا هو بيتكلم على السنه اللي فاتت بالنسبه للزمالك تحديدا، في لعيبه جت محترفه في اخر الفتره وده اللي خلى الدفه اتقلبت. يعني الاهلي كان مسيطر طول الموسم في الطايره. الاجانب دي اخذت الارقام دي فعلا؟ هو طبعا اللي بياخد بالدولار يا كابتن اكيد طبعا هيبقى رقم عالي يعني. بس انا عايز اقول لك انه برضو يعني في الزمالك كان رضا هيكل رجع كان بره، فعلشان كده ده اللي حصل الفارق السنه فاتت بالنسبه لطايره الزمالك. طايره الزمالك، لكن برضو يعني استكمالا في الكلام الكوبي كمان جه مع رضا هيكل. ما ايوه انا بقول لك لاعب المحترف هرنانديز بالظبط هرنانديز يوسفاني. طب وفي البنات كده في وهو بالمناسبه هو بره دلوقتي بره في طلع اعاره علشان المبلغ المالي، طلع اعاره في الصين والمفروض يرجع الشهر الجاي يكمل من المرحله الثانيه، يعني مش مشارك مع الزمالك في الدور التمهيدي اللي بدا، هيبدا من الدور الثاني، فهو طالع اعاره في الصين في الدوري الصيني. الفولي بنات كده؟ الفولي بنات كده العقود السنه دي، وشفنا الصراع الكبير اللي موجود السنه دي، اللعيبه اللي راحت من النادي الاهلي لنادي الزمالك في عقود كبيره جدا وعقود ضخمه. وفي لعيبه ولا هم البنتين؟ خمسه. لا في خمس لعيبه راحوا من الاهلي. وكان في صفقه شروق فؤاد اللي تعطلت، لعيبه النادي الاهلي اللي تعطلت لحد تقريبا قبل القيد بيومين ثلاثه حسام حاجه زي كده او اربع ايام حاجه زي كده، يعني شروق فؤاد اللي هي نجمه النادي الاهلي واحد اللعيبه اللي هي تعتبر ستار بالنسبه لالعاب صالات النادي الاهلي على السوشيال ميديا. كانت لحد قبل بدايه الموسم وغلق باب الانتقالات شروق فؤاد كان في مفاوضات مع نادي الزمالك عشان ضمها. يعني الزمالك اخذ من الاهلي خمس بنات؟ خمس بنات وبنفس الارقام اللي انت بتقولها؟ ارقام كبيره. لا يعني بص، لا يعني مثلا من 650 لمليون جنيه، لمليون جنيه في السنه، وده طبعا رقم بالنسبه للبنات في الطايره يعني رقم خيال، يعني رقم محدش كان يحلم بيه. وعايز اسالك سؤال، هو النهارده ما فريق مثلا بيجيب النهارده يجيب بنت مثلا بمليون بساوي الفرقه كلها ولا دي بتبقى حالات خاصه؟ لا طبعا هو اكيد بيدفع ده للعقود الجديده. طب القديمه في يعني ولا القديمه في بعض اللعيبه النجوم، في بعض اللعيبه النجوم في الفرق بالارقام دي لا ما كانوش بياخدوا الارقام دي، ما وصلش للمليون. لا طلبوا بتعديل عقودهم بسبب دوت، هي دي بقى الحته بقى اللي طيب موجوده. خلاص ما انت هتودي الفرقه كلها لكده، هتودي الفرقه كلها لكده، هيبقى النظام كله كده، هيبقى حتى اللعيب الجديد اللي هيجيبه في السنوات الجايه كابتن سيف هيبقى بنفس الطريقه. ما خلاص هو كل اللعيبه بتكلم بعض وكل اللعيبه عارفه عقود بعض. فانا عرفت انت بتاخد مليون بتاخد 800، انا لما اجي عليك جديد هطلب بنفس الفلوس برضه. هل السوق في حد غير الاهلي والزمالك في الالعاب دي؟ في طبعا الاتحاد السكندري عامل في بس الاتحاد السكندري تحديدا في السله، يعني السله يعني تعامل معامله كره القدم في الاتحاد السكندري برضه بيدفع 2 و3 و4 طبعا. لا السله عنده يعني الاتحاد السكندري عنده يكسب دوري السله اهم من كره القدم باي شكل او تكاد تكون مع كرة القدم بالظبط. يعني كان في ميودراج المدير الفني اللي كسب مع الاتحاد المنستيري التونسي، كسب معاه دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت للسله، الاتحاد السكندري تعاقد معاه خسر البطوله العربيه مشاه لانه عنده طموح اكتر من كده، يعني خرج من الدور الثمانيه، فبالتالي مشاه وتعاقد مع مدير فني الماني كان بيدرب منتخب المانيا قبل كده. خد انس اسامه في صفقه هي صفقه القرن في كره السله حتى الان.